السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني وحبايبي، يوم جديد، فيديو جديد، موضوع جديد. طبعا بداية المقطع بتمنى طلب اخوي تدعمني باللايك والاشتراك، وزائد موضوعنا لليوم شو فايدة الحمام المبركة، يعني شو الحمام تستفيد لما تحممها كل فترة وفترة. يعني الحمام المبركة لازم تحممها اقل شيء كل 3 ايام مرة. الساعيات انا بدي اقول لك سيدي العزيز، او ممكن انك بتعرف المعلومة هاي، او ممكن انك تعرضني بالمعلومة هاي، ولكن انا اللي بسمع وبقتنع فيه بعمله على سطحي، وزائد اني بقولكم عنه. طبعا بدي حلاقة يا اخوان، انسى الوضع عندي مدهور. طبعا قلت فضاوة والله يا اخوان، الواحد بيطلع الشغل بروح بصور لكم فيديو مشان يظل التواصل بيناتنا، والواحد والله مو فاضي، وفي فترة له الحلاق يعني الحمد لله على سلامته، عمل عملية ومسكر الصالون. طبعا الفائدة اللي هو للحمام المبرك يا اخوان، لما تحممها بتشلح، بترمي ريش اسرع، بتخلص اسرع. يعني هاي المعلومة وصلتني، حبيت افيدكم فيها. طبعا راح نحط هالسعيات المي، هاي معبي قلن وغطوسنا، وزائد خل التفاح كويس مع شوية ملح. اذا شرب بعقم، واذا كان في سوس وحشرات بقيمه كله. طبعا خلينا على المقطع، مشاهدة ممتعة، وكل حب والاحترام للجميع. نجهز المي يا اخوان قبل ما نطلع الحمام. طبعا شاطف السطح كامل الحمد لله، يوميا بشطف قبل ما اطلع مشان الغبرة والريش بلش يطلع من الحمام. وبالدنيا بروك، انتوا عارفين يا اخوان انه الدنيا بروك، والدنيا البروك يعني يظل الريش يطير عليك والغبرة انسى. انا صار عندي ضيق تنفس من ورا الريش الناعم. طبعا هاي شايفين شوية ملح وشوية خل، يعني يا دوب لا تحطهاش كلها، كمان اقول لك حطها كلها بعزق، يعني تقريبا هاي يعني بتسع 3 لتر، قريب 3 لتر. طبعا نفتح لها تح 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 تح. هاي اول تصوير للحمام، شوف الريش بيطلع من الحمام. ظل اشي ما ظل اشي. طبعا الشفر اللي غسلنا مئته امبارح صلاة النبي عليه متحسن، وهسه بدنا نطعميه احنا وياكم كمان عشان نشوف كيف شراته. طبعا هو 100% هسه عطشان، ميت عطش 100%. طبعا الحمام بدهاش تحمم، لكن هسه بتيجي بتتحمم. شربت مي عشان الجو حامي اليوم، شربت مي وطشت على السطح، بس هسه بتيجي تتحمم. هسه لازم يعني ضروري تتحمم، انا فاتح بكير شوية عليهن مشان تتحمم. بس خلينا ذرة لسه مش جايبين، ولكن الشعير ما بيأثر اصلا، وجبة خفيفة للفراخ للشعير. فهاي الخشة المفروض اني نظفتها امبارح، بس والله ما فضيت يا اخوان. هاي صلاة النبي بوكل واموره طيبة، هسه بس بيوكل ويخلص بحط له مي، وراح افتح يتهوى بعد ما اخلص كش الفراخ، راح اخليه يطلع هو هذولا يحرك حاله، بس يعني يوكل كم حبة بس عشان ما شربوش مي على الريق. شفتوا كيف يا اخوان ريش طلعت من ثمه؟ طبعا مش انه من الخشي هاي صار في ريش، انا عزلته هون مكان مستوي بس، يعني وهون ما في حركة وريش ويطير وهيك، وببخبخها كل يوم مسا عشان الريش يضل لابد بالأرضية، وهاي كل يوم ببخبخها مي عشان الريش يضل لابد بالهاي. فشايفين كيف الريش يا اخوان بمسك بعضه، بيضلوا لابد بالأرضية. اما اذا بدي انظف كل يوم كل يوم، يعني لازم تنظف كل يوم، اما تنظف يوم وتغيب 3 4 ايام الحمام بصير عندها دمعة عين، والريش كله ما بمسك بالارض، بصير يطلع برا كمان الريش النابع الناعم، بصير يطير على الفراخ كمان. فهاي هي بس
القصة تح 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 تح. شوف صلاة النبي كله بتحمم. جو اليوم هوا والفراخ إن شاء الله تعبي راسنا اليوم. شوف صلاة النبي التلفون جايبها طباعة. طبعا محمد الغالي محمد حموري قال لي هسه لازم تصورنا الحمام كلها طير طير. وانا بقول والله يا اخوي بدها فيديو ان ننزلها طير طير وبايدنا كمان، لان كنا ظالمينها ومش مبين الحمام. يعني هسه بنقدر نقول بينت اشي منه مش كامل كمان. فيلا الحمد لله انه ربنا رزقنا وجبنا تلفون جديد، وان شاء الله ربنا يرزقنا ونجيب لكم تلفون اجدع من هذا ان شاء الله، اللي انك تحس حالك ماي على السطح ان شاء الله. وهذا المخلف روح عنا وزقناه باثنين، وهذا المخلف زقناه عند صاحبنا وهي قرب يخلص، ظل عليه الصماي، وهي الذبان اللي صادوا جواد لسه ما حد سألني عنه، وهاي الحمامات بذبد عنهن عشان يعرفين يتحممن. بنرجع لكم يا اخوان واحنا نحبس فيها، يعني خلص بكفيها هيك اتوقع. لما تخلص حمام ونيجي نحبسها بنصور لكم اياها يا اخوان. والله مصلي على سيدنا محمد. عكش الفراخ ان شاء الله بنرجع لكم. خلنا اشرب الفرخ كمان مي، هذا تلاقيه من الاملاح امبارح كمان وضعه، يعني تلاقيه معدته وحلقه ناشف وعطشان كثير، فلازم اشربه، ولكن راح اشربه اشي منه مش كله، يعني اخليه يشرب شوي مش كثير. كيف اخوان الها ساعة بترفرف، فمشتاقة شيق اشتياق للجو. وهي فايدة من فوائد القص كمان يا اخوان، انه الطير بيموت ويستنى لما يخلص ويطلع، يصير يوكل الجو اكل، فما يكون مش مبرك وبجنحه بضل يفزفز وهاي ومش فارقه معه، وبفز بطير له لفه وكذا. فالقص اجدع اشي يا اخوان، اجدع اشي القص. انا يا اخوان بكفيها، تاخرت عليها بس عشان تحبس وما تغلبني وما تنشف ريقي شويه على فيلها. تعي 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 بيس. يلا يلا يا جواد حبس ماي بيس. الباب صار يسكر على دورنا. يلا بيس شوي شوي الزاجة بدي اياه يحبس. الزاجة شوي 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 ظل شي غاد عند الطواير، ظل شي ميت من الجوع الفراخ. تع 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 بره مع الشتاء كويس. شيل شيل المي، شيل المي بسرعة بسرعة. طبعا اصلا انا ناس المشربية عندها مبارح، الله يستر الله يستر ما تكون الفراغ غابة مي. اسمع لي هسه بنضيك الارتين تروح تجيبوا لي. اسمع عندنا غدا باك. شو تغدي؟ لا عندي غدا. شو تغدى؟ ترشش على المي، حاول على المنطقة الناشفة. في يا زلمة شيف ما فيش. نطلعهم بس نكشهم ونظبط وضعهم. رش رش شوي خليني ياكلن ويظبطن وضعهم. شو الشفر؟ الشفر بدي اطلعه بجزء اليوم، ما طلعه بجزء ما طلعهوش، يتحرك بس. حاسس ايدي برجن يا اخوان. هواء كثير كثير. خلص هسه ياطر موجة الحم تقريبا راحت. طبعا يا اخوان جواد بطعم الفراغ غاد لا مش مقتنع غير انه يوكل عندي هون، ولا مقتنع الا يوكل ما عندي. طبعا ضراي لحاله خلصت والله يا اخوان. هسه بدنا نجيب ان شاء الله.
الشعير لا بفيد ولا بضر، وجبة خفيفة على الفراخ. شو بتهيالوا يا اخوان؟ اربع فيت شربة يا زلمة، انت بتنعطاش عين؟ والله ما بتنعطى عين. هلك التلفون، بيجي جيش يقف غير على التلفون يا اخوان. هلكني هلك اللي ساعة بطعمي فيه. بس ايش بديش اناديه، بس مديت ايدي جو كافر. خرب التلفون. طبعا يا اخوان كش الفراخ ومر عمري نقزنا له الفراخ على الفاضي تنتش. هاي سوينا كم مذنبة خيوط على كيف كيفكم. استلم لي التصوير خلينا نضربها مذنبة. حاول خليها تقلب اليوم لو خلطت مش طبعا يا اخوان لسه ماسك على الفراخ، ولكن شو ما بصور لاني بلوح وبلشان فيهن صح، فما بصفرهن لفوق، بدي اياهن ايش يحاولن يقوين قلبهن وينزلن للجهه هاي. فراخيلهن مفكراتني بدي احططهن، ولكن انا ما بدي اصفر لهن هناك، هسه بدي افاجئهن بمذنبي عتعب هيك بس بظهرهن هيك. يا دوب لو حلن تلويح بس. شو بدنا فيه يا زلمة؟ فرخ بلدي. هاي فرخ بلدي يا اخوان، هاي خلط. خليه في حيل بيطير سنة ونص هذا، خليه بس تحط. بس تحط الفراخ. يا زلمة خلنا ندعك فراخنا يا زلمة لسه. ليش اركشها كم اكثر من مره؟ ليش احط يا زلمه خبيث هذا؟ وين بدي احط؟ احط طلع. هاي طلع الزاجل اشوى منه. وين راح؟ بلدي من فراخنا لسه بتشقلب
مش مجرد شو قد بأخت أخت لاقيه هذا بؤرة مرض، ما هو بقتل كل شيء وهو ما بموتش، يعني بموت لك كل اللي عندك وهو ما بموت، بيظله عادي زي ما هو.